تلقت الممثلة المغربية عائشة مهماه مساء يوم أمس الاثنين أول جرعة من لقاح كورونا بأحد المراكز الصحية بالدار البيضاء، وشاركت مهماه جمهورها تفاصيل تلقيها أول جرعات اللقاح، حيث ظهرت في صورة رفقة الطاقم الطبي الذي أشرف على عملية التلقيح، مشيرة في تعليقها إلى أنها جد سعيدة بالتعامل الذي حظيت به، خاصة وأنها كانت مرتبكة وخائفة من تلقي اللقاح. وأشادت مهماه في تعليقها أيضا بالتنظيم والتنسيق والاستقبال الذي تخصصه الفرق الطبية للمسنين والمواطنين كافة، قائلة: أسئلة صحية قبل التلقيح، وبكل أدب واحترام لجميع المواطنين، شكرا للطاقم الصحي وشكرا كذلك للطاقم الأمني والإداري الصاهر على تلقيح المواطنين بمركز إيديال الهجاجمة بورغون البيضاء. لا خوف ولا تخوف ولا ألم، أنا بخير والحمد لله. هذا ويشار إلى أن الممثلة عائشة مهماه ما زالت تنتظر الفرج بعدما كانت قد تقاسمت صورا على حائطها الفيسبوكي من داخل منزلها تظهر الحالة التي تعيشها بسبب انتشار الجرذان في بيتها، مشيرة إلى أنها تجد صعوبة في إيجاد بيت آخر مناسب تكتريه.